ديال طنجيه ديال الدجاج الا بغينا نقولوا هو الدجاج كيطيب في الكوكوط وكيجي بحالو بحال يعني تقريبا الشكل ديال الطنجيه بما انه تيكون فيه غالب فيه الكمون والثومه والحامض مصير. ما اكيد على انه الطنجيه على بقواعدها كتكلف مراكش وعند ناسها وحتى انه ملي كنصايبوها خاصها يعني قواعدها يعني فرناتشي وخاصها هذيك الطنجيه فهذه هي القواعد يعني الاساسيه ديال الطنجيه. هذا ما كيمنعش على انه كاين بعض الاقتراحات اللي كيشبهوا لبعضياتهم. فنقولوا الدجاج في الكوكوط غادي نحتاجوا الكميه من الدجاج يعني لكم الاختيار مثلا دجاجه ولا نص دجاجه ولا جوج دجاجات على حسب عدد افراد الاسره وعلى من غادي نصايبوا هاد الاقتراح ديال الدجاج في الكوكوط. فغادي ناخذوا كميه ديال الدجاج يكون منقي مزيان مغسول منشف مزيان ليله كامله ومقرد يعني على 6 ولا على 8 ولا يعني كنحاولوا اننا نقادوه ونصايبوه نغسلوه ونشفوه ونقردوه. وغادي يعني نحتاجوا كذلك كمية من الكمون عندنا ميزانة تكون شوية غالبة. من الأحسن ملي كنتكلموا على هاد الشيوات البلدية أولا هاد الاقتراحات ديال الطياب من الأحسن أنه تكون عطرية يعني مصيبة في الدار مطحونة على اليد. الكمون ضروري أنه يتنقى في الدار لأنه هو صعيب في التنقية يعني حنا كيمحلنا فما بالك أنه ملي يعني غادي ناخدوه مطحون واجد يعني واخا كنشمو الريحة ديالو ولكن ما تيجيش نهائيا بحال الكمون اللي كيكون مصيب في الدار لأنه كناخدو الوقت فيه كيتنقى مزيان من داكشي اللي تيكون فيه وكيت يعني بحال كنديرو الكسرونة فيها الماء وفوق من هذاك التفصيل البيض المعروف وكنديروا الكمون وكنخليه واحد شويه باش كيتحل وهذيك الساعه كنقادوه نصيبوه وعاد كنطحنوه. فضروري لانه الا بغينا حتى نستافدوا من القيمه يعني الغذائيه والصحيه اللي كاينه في الكمون راه من الاحسن انه يكون مصيب في الدار لانه الكمون معروف على انه مناسب بالنسبه للمشاكل ديال الجهاز الهضمي. فملي كيكون مصيب في الدار كيساعدنا حتى ملي كنطيبوا به كنعاونوا به شويه. فقلنا غادي نحتاجوا كميه من الدجاج منقي مغسول ومنشف غادي نحتاجو الكمون غادي نحتاجو شويه من القزبر يابس 4 دريسات ديال الثومه يعني الثومه البلديه الحمراء حامضه مصيره شويه ديال السمن داك الحلو وكاس صغير ولا نص كاس ديال الزيت البلديه وكاس ديال الماء وشويه ديال الزعفران الحر. هادو هما المقادير قلنا كميه من الدجاج شويه من الكمون شويه ديال القزبر يابس 4 دريسات ديال الثومه حامضه صغيره مصيره معلقه كبيره ديال السمن الحلو كاس صغير ولا نص كاس ديال الزيت البلديه زيت العود كاس ديال الماء شويه ديال الزعفران شعره. هادو هما المقادير. بالنسبه للطريقه ناخذ الدجاج بعد ما غسلناه ونشفناه وقديناه يعني ليله كامله ناخذ الكوكوط غادي نديروا فيها هذاك الكميه ديال الدجاج اللي عندنا غادي نهزوا تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الكمون نرشوا عليهم نضيفوا معلقه متوسطه ديال القزبر يابس 4 دريسات ديال الثومه محيده لهم القشره ديالهم وكنرميوهم حامضه مصيره مقسومه على 4 معلقه كبيره ديال السمن حلو 4 كاس صغير ديال الزيت البلديه حتى الكاس صغير وغادي ناخذوا كاس كبير ديال الماء غادي نديروا فيه شويه من الزعفران الحر الزعفران شعره ونخليوه يعني يطلق فيه مزيان وكنخويوه على الخليط ديال الدجاج مع العطريه وكنقفلوا الكوكوط يعني كنقفلوا الكوكوط وكنشدوها من يديها الكوكوط وكنبقاو نحركوا يعني كنحركوا دوك اليدين ديال الكوكوط باش كيتحرك لينا وكيتخلط لينا داك الدجاج مع هاد العطريه كامله. ومن بعد كنديروا الكوكوط على عافيه مهيله يعني ناخذوا داك العين الصغيره ديال البوطه هي اللي غادي نديروا فيها الكوكوط وغادي نخليوها يعني تقريبا من الساعه حتى ل 45 دقيقه على حسب الكميه ديال الدجاج اللي درنا. وعينكم ميزانكم هادو مقادير بحال دابا مثلا درنا جوج دجاجات مثلا مقردين في الكوكوط الكبيره يعني ضروري على انه مثلا نديرو حامضه مصيره كبيره نديرو 6 دريسات ديال الثومه نديرو معلقه ونص ديال السمن الحلو نديرو مثلا واحد معلقه كبيره ديال القزبر يابس ونوفيو في الكمون غير هو ما نكثروش بزاف الكمون وخاصه الا كان يعني غير مشري لانه ملي كيكون غير مشري راه ملي كنديروه في هاد القوام بحال هكا كيطلق لينا ديك المرور اكثر من الزايد. فمازال ديال الدار ملي كيكون منقي ومصايب على الدار يعني واخا تيكون مجهد ولكن غير في المذاق ديالو ما تيكونش فيه ما تيطلقش ديك المروره بحال الا كان يعني مطحون مصايب ما مصايبش في الدار. فعندنا ميزانه بالنسبه للكمون هو دائما هاد الطنجيه كتكون مكومنه يعني هاد الطنجيه اولا اي حاجه درناها مثلا دجاج في الكوكوط اولا اللحم في الكوكوط على الطيبه ديال المفور كيبغي شويه ديال الكمون. فعندنا ميزانه على حسب
الكميه ديال الدجاج اللي كنديرو كنوفيو في الكمون ووفيو في المقادير. والقزبر يابس كيعطي واحد المذاق مختلف، يعني مذاق مختلف يعني لهذا الاقتراح. بغينا نديرو مثلا الدجاج البلدي، نحاولوا اننا بنفس الطريقه، غير هو من الافضل لانه الدجاج البلدي تيكون تيا شد شويه طياب، فما غاديش يعني من الاحسن الا ما طيبناش يعني في الطنجيه وفي الفرنات شي وخلي وخدا وقته، صعيب في الكوكوط الا كنا غنديروا هذه الطريقه، لانه الدجاج الرومي هو دغيا تيطيب، فملي كنديروا هذه الطريقه صافي دغيا كينزل ودغيا كيوجد. الا كنا غادي نديروا الدجاج البلدي ناخذوه ونديروا معاه كميه من الماء ونسلقوه، يعني بحال غادي نسلقوه، يعني نخليه كيتسلق اولا كيتفور هذاك الدجاج البلدي حتى نقيسو ونشوفو ديك الحيمه ديالو بدات كتنزل، يعني غير بدات تقرب هو يبقى واقف يعني بقى شاد، ولكن الحيمه ديالو كنحسو بها انه راه بدا كينزل. عاد ديك الساعه ناخذو ونديرو ليه الطريقه، وهكذا غادي يكون خدا في الطياب تقريبا، غادي ياخذ غير واحد ثلث ساعه نص ساعه وغادي يكون واجد، والدجاج البلدي كتجي احسن. فكيف قلنا الدجاج في الكوكوط، ناخذو كميه من الدجاج نديرو في الكوكوط، نزيدو عليه شويه الكمون، شويه ديال القزبر يابس، 4 دراسات ديال الثومه، حامضه مصيره صغيره، معلقه صغيره ديال السمن اولا كبيره داك السمن الحلو، كاس صغير اولا ربع كاس صغير ديال الزيت البلديه، وكاس ديال الماء نذوب فيه شويه ديال الزعفران شعره. وكنسدو هاد المقادير كلها مع الدجاج في الكوكوط، كنقفلو عليها وكناخذو اليدين ديال الكوكوط وكنبقاو نحركو باش هاد القوام كله يتحرك ويتخلط مع الدجاج. وديك الساعه يعني كنخليوه نديرو في العين الصغيره ديال الكوكوط ديال البوطه ديال العافيه، وكنخليو تقريبا جهه نص ساعه 45 دقيقه على حسب الكميه ديال الدجاج اللي حنا درنا. فملي كنحلو عليه كنشوفو على انه يعني طايب بحال مفور هذاك الدجاج، كنشمو ديك المذاق ديال 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 الكمون وديك الثومه، واخا صينه كتبدا تنزل وممكن اننا نمعكوها ديك الساعه كتمعك، وهذاك الحامض مصير كيولي اللون ديالو كراميليزي كيولي مذهب فكيجي لذيذ بزاف. وديك الساعه رافقوه اما مع الروز اولا شويه ديال البطاطا مشرمله اولا فريت على حسب الرغبه ديالكم، فكيجي سهله وبنينه بزاف. هذا بالنسبه للدجاج في الكوكوط.